وسهلا مشاهدين قناة أنفاس تيفي. اليوم غادي نخرجوا الشارع المغربي ونسولوا المواطنين المغاربه علاش كنسبقوا المرقية الاولى وكنخليوا اللحم هو الاخر. بغيت تعرفوا اكثر اجوا معنا. علاش حنا كناكلوا المرقه كنبداو بالمرقه وكنخليوا اللحم هو الاخر؟ تنبداو بالسلاطه هي الاولى. المرقه الخضره باش تشبع. اللحم حيت زياده. كاين الناس اللي تياكلوا الدنجال بلاصه اللحم. كاينه والله الا الدنجال. يلاه الشلوح شي يديروا الدنجال بلاصه اللحم. امازيغ لي زمازيغ دنجال بلاصه خبز. فقراء، كاين فقراء ديال لي زمازيغ اللي تيديروا هاد القضيه. ولكن اللحم ما يمكنش لك اللحم تبدا هو الاول. وكاين اللي تياكل اللحم والخضره في نفس الوقت زوجهم. علاش حنا المغاربه كناكلوا المرقه وكنخليو اللحم هو الاخر؟ ورا باينه اخويا العزيز البنه، حيت اللحم غالي. ما كاين لا بنا لا والو. اللحم غالي غالي يعني كلشي مقوص عليه. وانتم في الغداء ديالكم في ماك دابا العائله ديالكم ضروري كتخليو اللحم هو الاخر؟ كلشي المغرب كامل اللحم هو الاخر. عرفتي علاش؟ وحيت اللحم غالي. اللحم غالي ولكن نهار العيد تنخليو اللحم هو الاخر الاول حيت هو موجود الماتش هذا الماتش، ولكن اللحم هو الاخر حيت اللحم غالي. كاينه تبارك الله عليك. تحياتي لك. الله يحفظك وانا سعيد عليك. علاش حنا كنسبقوا المرقه وكنخليو اللحم هو الاخر؟ التقاليد ديالنا المغاربه حنا مليحه اللي علينا كنصبقوا المرقه على اللحم حيتاش باش نقبيو على الجوع. اللحم كيبقى غا منكه يعني هادشي اللي زعما زيت. زيت خضره فوق الطعام. ما عمر ما ضرب فيكم باكم زعما الا بديتوا في اللحم هو الاول. با خلي عليك في الثقه. علاش كناكلوا المرقه وكنخليوا اللحم هو الاخر؟ وهذيك الطبيعه، هذه الطبيعه ديال المغرب. الطبيعه ديال المغرب. الطبيعه. دابا انا كنت في فرنسا ورحت فواحد الريستورون وقيت واحد جوج ما عرفتش واش جزائريين ولا توانسه ولا مغاربه. بقيت جالس تما كنسوقوا، بقيت حطوا لهم واحد الروبه ديال الماكله تما كياكلوا كياكلوا، خلاو اللحم حتى الاخر. عرفتهم مغاربه. مغاربه المغربي هو تخلي اللحم حتى الاخر. حتى الاخر شي باك دير لي اي حاجه، ولكن في الفيديو وتاخذ لي اللحم بحال خديتي لي اختو ولا بنته. والله تيق. لا ماشي هذيك، هذيك الطبع ديال المغاربه. وصل معك حتى المحاكم. لا حتى المحاكم اللحم هو كل شيء اخويا. تبارك العيد جاي واللحم اللحم راه كل شيء اخويا. علاش كناكلوا، علاش كناكلوا المرقه وكنخليوا اللحم هو الاخر؟ حيت حنا مغاربه. مغاربه. علاش؟ هذا الشيء هذا من يعني من جدودنا. من جدودنا حنا لقينا هذه التقاليد. واخا دابا راه بدات كتنقرض. لا ولكن لا لا غير هي كاين لبعضك دابا كاين اللي كليتي اللحم هو الاول بحال خاصك تخلص كوسطه معبوه. لا ماشي بقى دابا مابقاش الاحترام. لا هي بدات كتنقرض، بدات كتحيد. كاينه بدات تتحيد مع الجيل الجديد. بدات تتحيد من عندي انا، من عندي انا ما بقاتش عندي. ياك كاينه. انا كناكل اللحم مع بطاطا. كاينه بصراحه كناكل اللحم ما بقاتش عندي نخلي اللحم في الاخر.